بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أدعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم. جوهرة اليوم هي هذه الآية الكريمة، هذه الآية الكريمة اللي وردت في سورة الأعراف، هذه الآية اللي بتحمل الإشارة إلى آداب الدعاء على جهة الإجمال. يعني ما فيش تفصيل بذكر كل آداب الدعاء، لكن جاءت هنا في الآية أخطر يعني آداب الدعاء والأخطر الأحكام الخاصة بفقه الدعاء، وهي عدم الاعتداء في الدعاء. فجاءت هنا على جهة الإجمال في الآية الكريمة، ولكن في السنة النبوية المطهرة تفصيل وبيان وتوضيح لآداب الدعاء كما سنرى. من آداب الدعاء المهمة: حتى يكون الدعاء الذي يدعو به الإنسان ربه أرجى في قبوله، ويكون بذلك أقرب إلى مراد الله تعالى. إنه الإنسان الذي يريد أن يكون دعاءه مستجاب لازم يكون مطعمه حلال، يعني بياكل الحلال الطيب، لا يستبيح المحرمات ولا يستبيح المال الحرام، كما ورد في حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني بيسافر كتير، بقى بيسافر يروح عمرة وحج على طول، بيسافر قال عشان يروح يأكل المساكين ويعمل معرفش كذا ويعمل أعمال خير، هو قدام الناس من كتر السفر مجهد. هي صورة النبي عليه الصلاة والسلام بيوضح بيها أنه الإنسان أحيانا هناك بعض من الناس بتغش نفسها، فبيقول: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، بيسأل ربنا يدعو الله. والنبي بيقول: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كل صورة فيها أخذ الإنسان ما ليس بحقه هو من باب أكل الحرام، زي احتكار أقوات الناس مثلا، ده شيء محرم وربحه محرم، وده إنذار للتجار اللي بتستبيح احتكار أقوات الناس وتعمل أزمات وتغلي في أسعار الأشياء، ده إيذاء للناس. القرش الحرام ده يدخل على القرش الحلال يكنسه، لأن الحرام يدخل على الحلال يبعثره، والحلال يدخل على الحلال يكثر من ذلك الحلال. من الصور كمان اللي هي أكل مال حرام، أكل الميراث، إن إحنا ناكل حق بعض في الميراث، ده من قبيل أكل أموال الناس بالباطل، وإدخال المال الحرام على ما يملك، أو إن الإنسان يعيش بذلك بيبقى مطعمه وملبسه وكل شيء حرام. عدم إتقان الأعمال من باب إدخال الإنسان نفسه في الحرام برضو، لأن أنا وأنا بعمل الحاجة ما فيش رقيب في كل لحظة، لكن الرقيب علي من البشر يعني، لكن الرقيب الدائم هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أنا بعمل الحاجة وبغش، يبقى أنا لا أتقن العمل، أدخلت نفسي في دائرة الحرام، وخالط المال اللي عندي ده الحرام بالحلال، الغش، الرشوة، السرقة، كل ده وغيره من أكل الحرام، فليحذر الإنسان. لذا قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد بن أبي وقاص، لما سيدنا سعد سأل النبي وقال له: أدعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. لازم يبقى رزق الإنسان حلال، وأن يطعم الإنسان كمان مما أحله الله تعالى، عشان لما يرفع إيديه ويسأل الله تجاب دعوة ذلك الإنسان. النبي بيقول له: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. دي رسالة لكل إنسان بيستسهل الحرام، تكون في مكان أو في منصب أو في وضع، وبعدين تستغل ده وتستهين بالمال العام، وتاخد وتحابي وتجامل وتجامل نفسك، وتدخل حرام على المال اللي عندك. لو كان حلال هيكنسه، لو كان حرام هتبقى أولى بيه
أولى بصاحبها النار يوم القيامة. النبي قال لسيدنا سعد: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفسي بيده أن الرجل لا يقذف باللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما، وأيما لحم نبت من السحت والربا. بيستسهل أكل الحرام، ما عندوش رادع، النار أولى به كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. من أداب الدعاء المهمة واللي أشارت إليها الآية الكريمة عدم الاعتداء في الدعاء. ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك لما أمرنا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. المعتدين يعني المجاوزين لما أمروا به في الدعاء، يعني جاوزت الحد الذي يجب أن تلتزم به في أدائك لهذه العبادة، عبادة الدعاء. فيجي الإنسان نفسه مثلا يدعو على نفسه، مش عاجبه مثلا أحوال معينة، فيقوم يتسرع ويدعو على نفسه. ابنها يضايقها تقوم تدعي عليه، جوزها تخاصم جوزها ولا تحصل فيه مشكلة تدعي عليه وتستسهل الأمر ده، ولا هو مراته مضايقاه فيعمل هذا الأمر اللي جاء النهي الصريح عنه في الوحي الشريف، يدعي على ماله ويدعي على خدمه. ما يبقاش الإنسان عنده صبر، لابد أن الإنسان يكون صبور في كل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على خدمكم، فتوافقوا ساعة يعني نيل فيها عطاء فيستجاب لكم. كذلك من أداب الدعاء اللي هو عدم الاعتداء في الدعاء أن الإنسان ما يسيئش الأدب مع مولاه. مش حصل لك شيء أو موقف هتقول يا رب ليه حصل فيا كده، يا رب أنا عايز وعايز، فده إساءة أدب في الدعاء. لابد الإنسان يتأدب حين الطلب، وهنشوف ده في أدعية كثيرة في القرآن، إزاي القرآن بيعلمنا ندعو الله سبحانه وتعالى سواء بالتوجيه المباشر أو من خلال أدعية الأنبياء الكرام. ومن دواعي إجابة الدعاء أن يدعو الإنسان في حال اضطرار، يعني لما يكون الإنسان في محنة شديدة. حالة الإنسان بتكون أدعى لقبول دعائه لما تكون في محنة، لما تكون في شدة، لأنه من الذي يغيث المضطر إلا الله سبحانه وتعالى. اضطرار العبد ده من أسباب استجابة دعائه زي ما علمنا ربنا سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الله سبحانه وتعالى هو وحده المدعو عند الشدائد، المرجو جل جلال الله عند النوازل، لا إله إلا هو. فالإنسان يستغل هذه المواقف مش بالضجر وبالزعل، لا، أوقات الشدة بكثرة الدعاء. ومن الحالات كذلك التي أخبرنا عنها الشرع الشريف، أنت يعني اختيار الأوقات الشريفة والأحوال الشريفة للدعاء. زي الإنسان وإحنا في عبادة الصيام، أثناء الصيام، وإحنا عرفنا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن 3 لا ترد دعوتهم، الصائم من ضمنها الصائم حتى يفطر. فأثناء الصيام ندعو، وعند إفطار الصائم ندعو، وقت السحر ندعو، وعقب الصلوات المفروضة كما أخبرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الدعاء أسمع، يعني يكون أرجى للقبول، قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. يعني بيتسئل النبي عليه الصلاة والسلام أي وقت للدعاء بيكون أقرب وأرجى في الإجابة، قال صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الآخر، يعني في وسط النصف الآخر من الليل، ودبر الصلوات المكتوبات، يعني الدعاء آخر الصلوات الفرائض. فذهب بعض أهل العلم وقالوا الدبر في الصلاة هو آخرها بعد التشهد، يعني بعد الانتهاء من التشهد تدعو وقبل التسليم. وقال البعض الآخر من الفقهاء المعنى هنا مقصود به بعد التسليم،
سواء ستدعو الله بعد التشهد وقبل التسليم أو تدعوه بعد التسليم، هي من الأزمنة والأوقات برضو الشريفة اللي الإنسان يتوجه بها إلى مولاه بالدعاء، يسأله من خير الدنيا والآخرة لأنك بتأدي عبادة. كمان من الأوقات الشريفة اللي بتكون أرجى بقبول الدعاء لما تسمع الأذان، بين الأذان وبين الإقامة عند نزول المطر، وانت مسافر مع مجهود السفر وكده، وانتقال الإنسان من حال من مكان إلى مكان بيبقى أرجى في قبول دعائه. كمان الدعاء في الأماكن الشريفة والبقاع الطيبة المباركة المقدسة، مكة المدينة وغيرها، القدس الشريف. وأيضا الإنسان يكثر من الدعاء في السجود، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني جدير وحري أن يستجاب لمن دعا ربه في سجوده، لأن الحالة دي حالة شريفة. كمان من أوقات إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وعند الوجل ورقة القلب، لما تحس كده إنك حابب تذكر، حابب تدعو الله سبحانه وتعالى، في ميل للذكر وعندك كده رقة في قلبك مع الذكر، ده حال تستغله على طول. العبرة بالأزمنة والأماكن مش ذات الأزمنة والأماكن، إنما هي أحوال أنت بتكون فيها، لأنه إما أنت عايش في وعاء زماني ومكاني، فالعبرة حقيقتها مش بالوعاء الزماني والمكاني. أنت أيها الداعي الذي يدعو ربه لما بتكون في مكان مقدس بيهيئك أنك تكون أكثر خشوعا، لما تكون في زمان شريف زي شهر رمضان، يوم عرفة، ليلة القدر، العشر، الأول من شهر دي الحجة، الليالي العشر وغيرها من يوم الجمعة، الزمان الشريف والمكان الشريف والحال الشريف بيخليك أكثر خشوع. فالعبرة في خشوعك وخضوعك وتذللك بين يدي مولاك. ولا ننسى أبدا إن إحنا لما نبدأ أي دعاء، نبدأ الدعاء بحمد الله والثناء على الله تعالى والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، الواسطة العظمى في وصول كل خير إلينا، ده من باب الوفاء، وتدعو بما تشاء من خير الدنيا والآخرة، واختم الدعاء بنفس الحال بالحمد والثناء والتمجيد والصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. الله أكرم أن يرد ما بينهما، الدعاء اللي انت هتبتديه كده وتختمه كده، تبتديه بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وتختم الدعاء كذلك بهذا الأدب وهذا الأدب الراقي في الدعاء، لن يرد هذا الدعاء بإذن الله وتيسيره. ومن أداب الدعاء ومن موجبات الإجابة ترفع إيديك، اسألوا الله ببطوني أكفكم، أرفع إيدي بالدعاء إلى الله تعالى، ولما أدعو وأنتهي من دعائي أمسح بهما وجهي عقب الانتهاء من الدعاء. ورد مسح الوجه من طرق عدة وكثيرة. ولما الإنسان يدعو بالخير للغير، في حد أنا عايزة أدعو له، أبدأ بنفسي الأول، لأن ده هدي تعلمناه من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان إذا أراد أن يدعو بالخير للغير أن يدعو بشيء، يبدأ بنفسه ثم يبدأ بغيره، وكذلك ثم بعد ذلك يتبعه بالدعاء لمن شاء. وهدي القرآن الكريم أرشدنا إلى ذلك، كما في قول الله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالإنسان يبدأ بالدعاء لنفسه بالخير، ثم ينتقل إلى الدعاء إلى من يشاء من ممن يريد، من الأهل، من الأصدقاء، من الأولاد، اتباعا للهدي الكريم. وفي الختام لا ننسى أن ندعو الله تعالى ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهو القائل جل جلاله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. صدق الله العظيم.
أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين الكرام، مشاهدين في القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناتنا العزيزة أن. مرحبا بالجميع. هناخد الأسئلة بسرعة، معلش برضو لضيق الوقت. أستاذة آية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، كل سنة وأنت طيبة. وحضرتك طيبة وبألف خير وسلامة يا فندم. أنا عندي سؤال لحضرتك، ممكن أقوله؟ اتفضلي يا فندم معاكي. أول سؤال، أنا عاملة ختمة بالقرآن في رمضان وكده، فأنا عايزة أصلي التراويح من المصحف، تمام؟ فحاسة إن المصحف ممكن يطلعني من الصلاة وكده. ليه؟ إيه؟ يعني خايفة إن أنت وانت بتقري من المصحف انه الحاله دي تبقى خروج عن هيئه الصلاه يعني؟ ايوه. حاضر، ايه السؤال الثاني بسرعه بقى؟ السؤال الثاني ان ماما مش حافظه غير سوره واحده بس من القران. تمام، سوره الاخلاص. هي بتصلي بيها، فهي خايفه ان كده صلاتها تكون يعني مش هينفع وكده. حاضر، تمام. شكرا. استاذه بدريه. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا اتصلت بيكي قريب، كان جوزي متوفي بقاله شهرين، ربنا يغفر له ويرحمه، وانا كنت تعبانه ومش قادره. ايوه. وقعدت تدعي لي وكده. انا لحد دلوقتي بقى ودخل عليا رمضان والايام المفترقه، كان صعب عليا قوي، ولحد دلوقتي ما هديت، مش عارفه اعمل ايه. اكيد اكيد، مش عشرة وزمن قضيناه مع انسان هناخد، هدعو الله سبحانه وتعالى واصبر. طيب، ونعمة سلاح المؤمن ايه؟ الصبر والدعاء، مش لازم اصبر ولا. طيب، قبل ما تقفلي معايا بنتي ليها سؤال برضه. اتفضلي. ماشي، هي معايا. اتفضلي. في ايه السؤال الثاني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازي حضرتك يا دكتورة؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضلي. انا عايزة اسأل سؤال بسرعة بس. هو انا رفعت خلع على جوزي وكده واتحكم لي الحمد لله. بس انا يعني يعني كل حقوقي انا عارفه ان هي سقطت، بس العفش من حقي ان انا اخده قانونا، بس انا بسال من ناحيه الشرع، هل المفروض ان انا اخد الحاجه اللي انا جبتها بس وهو ياخد الحاجه اللي جابها ولا لا؟ يعني لما اخد العفش اخد الحاجات اللي انا جبتها بس، ولا المفروض ان انا ولا اخده كله مثلا وكده كده انا هشيل الفلوس لاولاده؟ العفش ده هو اللي جابه ولا انت اللي جبتيه؟ انا جايبه جزء وهو جايب جزء. اه، وانت بقى بالقايمه هتاخديه يعني؟ المفروض ان انا هاخده بالقايمه، يعني في قضيه بكده ومفروض ان انا هاخده بالقايمه، بس انا عايزه اعرف الشرع، يعني راي الشرع المفروض ان انا اخده حاضر. ولا لا، هو ما بيبعتش نفقه خالص، فممكن اخده اليوم مثلا. انت عملتي بقى خلع. ماشي يا بدري، يا ست مش عارفه اسم حضرتك ده، بنتها بنت الست بدري. طيب هنطلع الكتاب. هنطلع للكتاب، وبعد الكتاب كتابنا قلوب عامره نبدا في اراد سريعا على الاسئله ان شاء الله تعالى. كتاب قلوب عامرة، الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال إنه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. طفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بكل مشاهدينا الكرام في كتاب قلوب عامرة، ونحضر المصاحف لتصحيح الآيات اللي عليها الدور من سورة النبأ. احنا هنصحح من الآية 6 للآية 16 النهاردة. يلا يا شباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم
نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا 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 والمد ما يطولش زيادة عن اللازم يبقى كأنه مد طبيعي تمام والجبال أوتادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا فين القلقلة وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا الغنة الغنة هنا فين؟ مين الشاطر اللي هيقول ولا الشاطرة اللي هتقول؟ هي أنس وجعلنا النهار اللي هو حرف إيه؟ النون عشان هو إيه؟ إدغام مشدد أيوة الحق نفسك عشان هو حرف مشدد انتم مين موافقوا؟ موافقوا على ايه؟ هو قال ايه؟ هو قال ان النون بنغنها علشان هي مشددة لان ده من احكام النون والميم المشددتين في وسط وفي نهاية الكلمة هبتدي اخلي بالي وانا بقراها من الغنة عايزة اسمعها بقى ما نقراها مع بعض وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا فوقكم فوقكم مع بعض قولوها دي بس عشان خلي بالكم ان الكاف والقاف والكاف قريبين من بعض فانا عندي القاف مفتوح والكاف مضمومه وانا لازم اميز ما بين القاف والكاف قريبين هما من المخرج حرفين متقاربين فلازم انطق الحرف من مخرجه مظبوط عشان اتنقل للحرف اللي بعده بعرف انطقه برده يبقى ايه فوق قا كو قا كو فو قا كم تاني وبنينا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا طيب احنا ليه قلنا سراجا وهاجا فكروا كده هاي عبد الله الادغام عشان ايه لو احنا فاكرين عشان احنا ما رجعش القواعد واحنا بنحفظ ننسى انا عندي من قواعد النون الساكنه والتنوين التنوين ده انتوا عارفين الضمتين كسرتين فتحتين ده الايه التنوين يعني اقول كتاب كتابا كتاب ده التنوين ده بنعتبره نون ساكنه بتبقى بتلحق اخر الاسم زائده بتبان معايا في النطق بتاعي لما بقول كتاب كتابا تمام طيب انا دلوقتي ورا الالف اللي احنا بنقول سراجا ادي تنوين مفتوح وراها واو الواو دي من حروف الادغام لو فاكرين يرملون اللي مجموعه في كلمه يرملون انا عندي دلوقتي الواو من ضمنها والادغام اللي هو ايه بغنه ولا من غير بغنه يبقى هنا عندي ادغام بغنه يبقى سراجا وهاجا يلا اقروها تاني وجعلنا
وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ماء ثجاجا. ماء ثجاجا. عندي إخفاء هنا. تمام. لنخرج به حبا ونباتا. لنخرج به حبا ونباتا. لنخرج به حبا ونباتا. لنخرج به حبا ونباتا. وجنات ألفافا. وجنات ألفافا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. مرحبا بالسادة المشاهدين الكرام. سريعا لأن الوقت يعني قاتل جدا، بالنسبة لآية تقدري تختمي يجوز يعني أنك أنت تختمي من المصحف سواء في صلاة الفريضة أو النافلة، وعندنا الدليل على كده حديث غلام ستنا عائشة اللي هو كان بيقوم بخدمتها ورعايتها ذكوان، فكان يأمها في الصلاة ويقرأ من أوراق المصحف. بالنسبة للسؤال الثاني، الوالدة والدتك مش حافظة غير سورة الإخلاص وبتصلي، هي خايفة أن تكون صلاتها مش صحيحة؟ لا، إن شاء الله صلاتها صحيحة، فاتقوا الله ما استطعتم وربنا يتقبل منها، ولا مانع من وقت للتاني نعينها في إن احنا نحفظها حاجة تانية ناخد ثواب، لكن إن صلت على هذا الحال إن شاء الله ربنا يتقبل منها. وهنجاوب على الست بقى بدرية في سؤالها غدا إن شاء الله لضيق الوقت، ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى راجين داعين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك دعوة لا ترد، ورزقا لا يعد، وبابا إلى الجنة لا يسد، ونسألك نصرة المستضعفين يا عزيز يا جبار يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.